بيكم. في الفيديو ده احنا هنراجع السماعات الجديده من اكس بي جي اللي باسمه بريكوج، اجدد اضافه ليهم لعالم اكسسوارات الالعاب. السماعه من السماعات الهاي اند بدعم كل منصات الجيمنج بسعر 2100 جنيه مصري وحوالي 130 دولار امريكي. بس قبل ما نخش في اي تفاصيل في المراجعه، يا ريت تدعموا القناه بحاجه بسيطه جدا وهي لايك للفيديو، لانه فعلا بيفرق معانا، وسبسكرايب للقناه لو مش عامل عشان تتابع كل جديد بنقدمه. واحنا برضو عندنا قناه جيمنج ثانيه حلوه قوي اسمها ار جيمز، روح بص عليها كده. اول لما بتشتري السماعه بتيجي في كيس جميله قوي، معموله من الفوم المضغوط، ملمسها حلو وشكلها جميل ولونها اسود، ومطبوع عليها لوجو اكس بي جي بالاسود اللامع. فيها سوسته لما بتفتحها بتقابل السماعه بريكوج بطريقه عرض جميله جدا ومنظمه قوي، وفي نفس الوقت العلبه بتعتبر كارين كيس للسماعه، فبتقدر تتحرك بالسماعه بسهوله وتكون محميه جوه العلبه بتاعتها. العلبه جواها السماعه واربع كابلات مختلفه، كابل اي اكس عادي بيسمح لك توصل السماعه باي جهاز، اذا كان كونسول او موبايل او لابتوب او اي جهاز مخرج صوت 3.5 بوصة، مدموج الصوت مع المايك في نفس الجاك. الكابل مش طويل قوي لانه في الغالب لو انت هتستخدم الكابل ده هيبقى الجهاز اللي موصل بيه السماعات قريب منك، اذا كان كنترولر مثلا بي اس 4 او موبايلك في ايدك، فالكابل طوله قصير عشان ما يضايقكش وانت قاعد، ولكن السماعه معاها تطويله لكابل الاي اكس، وفي نفس الوقت التطويله دي بتفصل السماعات عن المايك عشان لو هتوصل السماعه بالبي سي بتاعك. التحكم في كابل الاي اكس بسيط، مجرد تعلي وتوطي الصوت او تقفل المايك وتشغله. كابل قوي بيرد قماش والكونكتورز قويه ومحميه كويس بكفر معدني، وفي نفس الوقت مدي الكابل شكل كويس وجميل. وفي كابل يو اس بي تايب سي من الاتجاهين، طوله قصير ممكن تستخدمه مع اللابات اللي فيها تايب سي او الموبايلات اللي بتدعم تايب سي او مع النينتندو سويتش، ومعاه تطويله يو اس بي تايب اي عاديه جدا لو هتستخدمها مع البي سي. كابل اليو اس بي مدمج فيه كارت صوت بيديلك تحكمات متقدمه شويه هنتكلم عنها بالتفصيل قدام. بالنسبه بقى للسماعه نفسها، السماعه شكلها جميل كتصميم عام، لوجو اكس بي جي على الاير كابس من جوه، وكمان على ظهر السماعه من اليمين والشمال، وعلى الهيد باند من فوق، ولكن السماعه خاليه من التفاصيل الصغيره واللمسات الجماليه، ودي حاجه موجوده في معظم السماعات الهاي اند اللي من نفس الفئه السعريه، لكن في بريكوج اهتموا اكتر بشكل السماعه العام وكواليتي الكابلات وتنوعها، واللي بيخلي السماعه عمليه جدا وليها استخدامات كتيره قوي مع اجهزه مختلفه. البيلد كواليتي كويسه، الهيد باند معموله بالتصميم المفضل بالنسبه لي، واللي بيخليها فليكسيبل، سريعه في تثبيتها على الراس وقويه في نفس الوقت. جزئين من المعدن متغطين بالرابر ماسكين السبيكرز مع بعضهم، وتحتيهم مخده للراس بيتغير حجمها بسهوله عن طريق استك بيتظبط على شكل الراس مجرد ما تلبسها. السبيكرز بيتحركوا يمين وشمال بسهوله جدا، واللي بيخلي السماعه سهله قوي في لبسها. يمكن اضعف جزء في التصميم هو الجزء اللي موصل السبيكرز بالهيد باند لانه من البلاستيك، لونه كروم عاكس لكنه بلاستيك قوي، مش اقوى حاجه اتعاملت معاها، لكن مع الاستخدام الطبيعي مش هيحصل له اي حاجه. الاير كابس كبيره وعميقه، وده بيخليها مريحه جدا لان ما بيكونش فيه اي ضغط على ودنك وانت لابسها. تصميم الاير كابس مشابه لسماعه اتش 30 بتاعت اكس بي جي برضو، لكن سماعه اتش 30 اتعمل عليها تعديل في الاير كابس وبقت احسن لان ما بقاش فيها اي خياطه، وده بيخليها ناعمه اكتر. معرفش ليه ما استخدموش الاير كابس الجديده بتاعتهم في سماعتهم الجديده بريكوج. انا ما بقولش ان الاير كابس وحشه، بالعكس دي ممتازه، ولكن الشركه اللي عملت السماعه نفسها عندهم تصميم اير كابس افضل من ناحيه الشكل على الاقل، فكان من المنطقي يستخدموه بدل ما يستخدموا التصميم القديم. بالنسبه بقى لكواليتي الصوت، فالموضوع فيه تفاوت رهيب. ركز معايا كده، روح اعمل لك كوبايه شاي وروق، واعمل سبسكرايب لان الموضوع ملخبط شويه بس هحاول اوضحه على قد ما اقدر. اتفضل يا باشا اتفضل. حلوه كوبايه ولا النظام؟ 100 100. المهم بقى، لو انت موصل السماعه بكابل اي يو اكس، فكواليتي الصوت جزء كبير منها بيكون من كارت الصوت بتاع الجهاز اللي متوصل بيه السماعه، فعلى كارت صوت متوسط هتكون السماعه عاديه، انما على كارت صوت كويس بتكون كويسه جدا وكواليتي ممتازه لان السماعه نفسها كويسه قوي ودرايفراتها نظيفه. الصوت في الترددات القليله اعلى شويه، فالسماعه البيس فيها اعلى من باقي الترددات الثانيه، وده بيخليها ما تنفعش في الاستخدامات الاحترافيه ومتخصصه في الصوت، لكن في الاستخدام العادي والجيمنج جميله جدا. بالعكس في ناس بتحب البيز يكون اقوى شويه. المايك متوسط في الكواليتي ومناسب لمحادثات الاونلاين، فتعالوا نسمع كواليتي المايك عامله ازاي. ده اختبار لصوت المايك والسماعه متوصله بكابل الاي اكس العادي، لكن متوصل على كارت صوت خارجي. كارت الصوت المفروض هيحسن كواليتي المايك شويه صغيرين قوي. ده اختبار لصوت المايك بتاع السماعه، لكن وهي متوصله بالتطويله بتاعت الاي اكس ومتوصله دايركتلي في المذر بورد، فده صوت المايك بدون اي تعديلات. لحد دلوقتي السماعه مأديه اداء كويس،
ما فيهاش حاجه مميزه، ولكن التعقيد بيبدا اول لما تحب تستخدم السماعه عن طريق اليو اس بي. السماعه فيها كارت الصوت الخاص بيها واللي بيقدم اوبشنز اكتر في الصوت، تقدر تعلي وتوطي منه الصوت، لكن ده مش بيعلي الصوت او يوطيه من الكارت نفسه، لا ده بيدي امر للجهاز اللي متوصل بيه انه يعلي او يوطي. فلما بتوطي الصوت والسماعه واصله عن طريق اليو اس بي، بيوطي الصوت من الويندوز نفسه او من سيستم الموبايل لو على الموبايل، ودي حاجه مش حلوه خالص، لان السماعه بتعلي الصوت بشكل كبير وبتعمل جين على الصوت عشان يبقى اعلى، وده بيخلي الوايت نويز تبان اكتر، وده بيحصل بسبب ان جزء من تفريغ الكهرباء اللي بتخرج من مخرج اليو اس بي بيحصل في الدرايفر بتاع السماعات نفسها، وده هيبان بقوه لو وصلت السماعات يو اس بي واي اكس مع بعض في نفس الوقت. فمع الجين اللي السماعه بتعمله بيبقى اوضح. فلما بتوطي الصوت، الجين اللي السماعه بتعمله عشان تعلي الصوت مش بيروح في حته، فالصوت بيوطى ولكن النويز بتفضل موجوده، لانه ما ينفعش تقفل الجين اللي السماعه بتعمله. بس دي حاله نادره انها تحصل، لان معظم الاجهزه الكهرباء بتاعتها مظبوطه، ودي مشكله عموما بتظهر في الغالب في البي سي بس. فلو حصلت لك، جرب تغير بورت اليو اس بي اللي موصل بيه السماعه، وتاكد ان كابل السماعات بعيد عن اي كابلات كهرباء. كارت الصوت بتاع السماعه بيديلك تحكمات في حاجات كتير، زي اضاءه السماعه اللي باللون الاحمر، في زرار مخصوص للاضاءه، ولازم عشان السماعه تنور تكون متوصله يو اس بي. السماعه فيها ميزه جميله جدا، وهي ان فيها درايفرين صوت مختلفين، واحد للصوت الرئيسي واحد للشات. فهتوصل ديسكورد مثلا على الدرايفر الخاص بالشات، واللعبه على الدرايفر الرئيسي، ولكن للاسف مفيش تحكم لمستوى الصوت في كل درايفر لوحده، يعني لما بتوطي الصوت، الصوت كله بيوطى، فمش هتبقى قادر توطي صوت اللعبه وتعلي الشات بشكل منفصل. ولكن وجود درايفر الشات مهم جدا، لان الصوت الرئيسي بيعدي على ايكولايزر الاول، بيعدل مستوى الترددات المختلفه عن طريق ثلاث امواد مختلفين، مود اسمه اف بي اس، ومود اسمه ميوزك، ومود اسمه 7.1. مود 7.1 مش ايكولايزر، لكن بيضيف افكت محيطي على الصوت، بيكون لطيف لو بتلعب العاب سنجل بلاير ما فيهاش كلام كتير، يعني فيها اكشن اكتر من الكلام والمحادثات، لان الافكت المحيطي لطيف لكن بيبوظ صوت الكلام بتاع الناس او الفويس اوفر، فمش هيكون مناسب للافلام. فعاملين درايفر صوت مخصوص للشات عشان صوت الناس اللي بتلعب معاهم ما يبصش بافكت 7.1، ودي حاجه كويس ان هم يهتموا بيها. ولكن الصوت الرئيسي بتاع السماعه لازم تسمعه من مودين مختلفين غير 7.1، وهم الميوزك والاف بي اس. الميوزك بيعدي الترددات القليله فالبيز بيبقى اقوى، انما الاف بي اس بيعلي الترددات العاليه فالتريبل بيبقى اعلى، فهتبقى قادر تسمع خطوات رجلين بشكل افضل. لكن مفيش مود فلات تسمع بيه الصوت من غير اي تعديلات، ودي مشكله ممكن تحلها بانك تستخدم الدرايفر بتاع الشات يبقى هو الرئيسي بالنسبه لك، فهتسمع الصوت بدون اي تعديلات من السماعه نفسها. بالنسبه بقى للاعبين المحترفين او لاعبين الاي سبورتس، لازم يستخدموا السماعه بكابل الاي اكس ويعتمدوا على كروت الصوت بتاعتهم، لان كارت الصوت اللي جاي مع السماعه بيعمل ديلي في الصوت، وده بيخلي السماعه مش مناسبه خالص للعب الاحترافي. بالنسبه للمايك في وضع اليو اس بي فهو ممتاز جدا. طبعا مش مناسب للتسجيل والكلام ده، لكن صوته افضل بكتير وملحوظ عن استخدام السماعه بكابل الاي اكس، بالاخص مع مود اي ان سي، اختصار لانفيرومنتال نويز كانسليشن او عزل الصوت البيئي، فيخلي الناس اللي بتتكلم معاهم تسمع صوتك بشكل اوضح. فتعالوا نرجع لاختبار المايك ونشوف الفرق بينهم ايه. ده صوت السماعه باستخدام وصله اليو اس بي، لكن مود الاي ان سي مقفول، فهتسمعوا شويه باك جراوند نويز. ده اخر اختبار مايك، وده صوت المايك وهو متوصل باليو اس بي ومود الاي ان سي شغال، فالصوت بيبقى اوضح واحسن والنويز اقل بكتير قوي. خلاص خلصنا اختبار المايك، وبالمناسبه مود اي ان سي هيخلي الناس اللي بتلعب معاهم على ديسكورد يحبوك جدا. السماعه استخداماتها كتيره جدا والاوبشنز فيها كتيره بطريقه معقده، بس ممكن نبسط الموضوع بجمله واحده بس، ونقول ان السماعه جميله جدا ومريحه جدا وصوتها ممتاز، بس ما توصلهاش يو اس بي عشان كارت الصوت بتاعها مش احسن حاجه. لكن لو انت ما عندكش كارت صوت كويس فاستخدمه، كده كده مش خسران حاجه. كده نكون وصلنا لنهايه المراجعه بتاعتنا. اي حاجه حابب تشاركها معانا ممكن تكتبها لنا تحت في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب للقناه عشان تتابعنا على طول، ولحد الفيديو اللي جاي، سلام.